شوفوا خوتي الجزائريين، جميع واحد ماذا بيكم نسحقوا يخلي لايك، لأن الفيديو هذا خاطر جدا بالبزاف خويا الجزائري. وش راهو صاري في العاصمة يا خوتي؟ نعم، برتوشية من وسط العاصمة تعنا، العاصمة الجزائرية، تقوم بعمل لايف يا خوتي، وفي هذا اللايف تسيء إلى الجزائر والجزائريين. خلي لايك تاعك خويا الجزائري باش الفيديو هذا يوصل إلى السلطات ودير الواجب تاعها، اتسقلها وتدخلها للحبس. وهذه ما نسحقوهاش عام سورسي وكذا، هذه نسحقوها تروح بالمئة سنة ولا نورمال عادي. فأخي الجزائري إذا راك حاب هذه الفايحة اللي راكم تشوفوا فيها في الصورة تدخل إلى الزنزانة، ما تزيدش تخرج منها، خلي اللايك تاعك خويا الجزائري، نسحق الفيديو هذا يوصل إلى الجميع. وثاني التعليقات تاعكم خليوا لها رسالة، وخليوا رسالة أيضا إلى السلطات الجزائرية من أجل إيقاف هذه المضحكة هذه. والله يا خوتي فهمت الآن، فهمت علاش الدولة الجزائرية قامت بسقلهم، قامت بسقلهم أحسن سقلة، واللي هي فرض التأشيرة عليهم. نورمال مونتوما ثاني كامل فهمتوا يا خوتي، هذا القوم ما يتعاشرش، هذا القوم والله ما يتعاشر يا خوتي. جات الى الجزائر راح تسمعوا يا خوتي وش تهدر وكيفاش تهدر، ومديره لايف زعما مع المتابعين تاعها. اسمعوا. السلام عليكم. اليوم خوتي رحنا في الجزائر العاصمه، كبسوا بارطاجيو باش نوريكم القوه الضاربه، احسن قرطره فيك يا المنطقه، احسن دوله فيك يا افريقيا. وجدوا راسكم، بغيتوا تشوفوا احنا فين. يلا شوية ديال البارتاج، ما تنساوش اللايك باش نقدروا نكملوا هذا اللايف بسلام. يلا اللي بغى يجي يشوفنا مرحبا. صدقيني ما تكمليه بسلام، والله ما راح تكمليه بسلام، لأن الجزائريين دوك يديروا الواجب تاعهم ويوصل الفيديو إلى السلطات، وتكمليها في الزنزانة تحكي لهم حكايتك ثم ديري لايف ثم. ودي اش غادي نقول لكم، بارطاجيو بارطاجيو، ديروا لايك لايك. يلا هيا ناري. المهم بارطاجيو الخوت، احنا واحد شويه غنبداو ندورو. المهم غير انتما ما عليكم غير تبارطاجيو شويه ديال القلوبه وداك الشيء. بارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو، خلات علينا اليوم جميع بنادم يا خاوتي، جميع بنادم يدير فيديوهات يعني على الجزائر ولا كذا، اعرف باللي طلاب من الاخر من الاخر. جميع بنادم مغربي يدير فيديوهات يسب فيها الجزائر طلاب يا خاوتي من الاخر، يحوسوا على الدعم، يحوسوا على ها يا اخي حاله يا اخي. ومالكم شنو مباركوا لخوتنا نوفمبر العظيم، شكون في حالنا؟ نباركوا لخوتنا نوفمبر العظيم. تضحك يا خوتي على نوفمبر. يا خوتي والله غير كارثة هذو البراتيج. نهار تفهم وش معناته الاستقلال، وش معناته أنك تكون حر في نفسك ودير وش تحب في بلادك، ثم سهلة. فهمتي يا الفايحة؟ أي 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 يصبروا يصبروا. كاينة في أكبر قرقارة، كاينة. اشرحوا لي واش أنا حمقى؟ واش أنا حمقى؟ ثابت شكرا. واش انا تسطيت؟ اشنا هو غادي نفتح اليوم من تيك توك، تيك توك دغيا بلوكي ولينا الهم. بارطاجيو 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 يا خوتي. بارطاجيو ماشي بارطاجيو. متسربين مدرسيين يا جدك، ناقصين قرايه، ناقصين كلش. ندورو. المهم انا حاليا هذه نورمالمون كتعتبر احسن بلاصه كاينه في اكبر قرقاره. تازي اوي در باقي ما شفتي والو في الضحك. نرجس واش تسطيتي؟ انا اصلا مسطيه. يلا حنا نتحركوا دابا شويه. مهم شوفوا الخوت، عارفكم غادي تحسوا بالقنطه والغبينه. قال لك الذكاء الاصطناعي، لا هضر الغباء الطبيعي من الذكاء الاصطناعي على الشيطان. اي حنا انت شوفوا الدنيا كلها بالعلامات احتفالا بمن نوفمبر العظيم يا جدك.
لا يلا الخوت البارطاج 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 غنساليو يلا تا 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 يلا سير على الله نغمر بكم نمشيو كاملين رجلي على رجلكم والله ما نمشي بوحدي رجلي على رجلكم مسخيط شوفوا الجوساسه الجوساسه راكي زعما واش راكي ديري راكي زعما تستهزاي ولا كيفاش تستهزاي بالشرطة الجزائرية نهار تروحي قدام القاضي هاك فاهمة وتدي السقلة والكف تفهمي بزاف أمورات وتندمي على النهار اللي زدتي فيه ماشي على النهار اللي تهجمتي فيه على الجزائر لا لا النهار اللي زدتي فيه كتقلبي على شي مصيبة أنا هي المصيبة شخصيا شو أنا انا اصلا المصيبه في العشيه ان شاء الله غنديروا لايف من براقي مع ديك الخمسه ديال العشيه نمشيو لبراقي نديروا فيها اللايف يا ربي وليتي من مخابرات عبله ما بلاتي نتوما غصبروا شي ديال تكبيس بارطاج تكبيس بارطاج المهم يعني حنا شوفوا انا ما بغيتش نوري البلايص الخايبين حيت حنا راكم عارفين داكشي نتاع تربيه الملوك نمشيو نوريو المناطق تربيه الملوك ما تزيدوش تعاودوها انتم عندكم تربيه حب ملوك ماشي تربيه الملوك بركاو بلا تمسخير تاعكم خاوتي هاي بدا الدور زعما في الجزائر نشوفوا كيفاش هاي الدور صحيح لا بوبيل اوكي يلا سير على الله دابا مالكم انتم هيا ها البوبيل زيد يلا عرفتي كونيكسيون كتمشي يا عباد الله ثقيل لا حول ولا قوة كتسمعوني اش كتسمعوني كونيكسيون ديال والله يعطيهم مصيبة شفتوا يا خاوتي الصوت تاعها ومسموعة وراهي تتهجم على الكونيكسيون زعما تاع الجزائر باش تفهموا باللي هذو العباد احمر ناس تقدر تشوفهم في حياتك لا حول ولا قوة إلا بالله سكتك سكتك آه يا المغبونة يا لولا لو آه يا المعفونة يا لولا المهم يا خاوتي الفيديو هذا اللي دارته فيه واحد 33 دقيقة ولا المفيد يا خاوتي المفيد باش نصيدوها كاينة عفسة بارطاجي وخلي اللايك تاعك وهاي صورتها هذه هي الفايحة خاوتي اللي تهجمت على الجزائر هذه هي اللي لازم وين تروح تروح تحاسب وين تحاسب هاي باينة الحكاية المهم هذه خاوتي لازم نجيبوها لازم نجيبوها 48 ساعة لازم تكون في الحبس من الاخر من الاخر ويولي والبراتي شيبكي وعلينا وكذا ونولي وحنا ما نطلقوها لهمش هذه هي الحكاية باينة المفيد وين المفيد في انه البرتوشي فايح برتوشي ما يسواش وهذه هي وتحية الجزائر اليوم وغدوة ديروا كامل الواجب تاعكم لازم نجيبوها